من انفو لايف تيفي من القدس معكم عناب حلبي لاهم العناوين قالت صحيفه بريطانيه اليوم ان اسرائيل فكرت في وقت سابق من العام في توجيه ضربه عسكريه لمواقع ايران النوويه لكن الرئيس الامريكي جورج بوش اخبرها بانه لن يؤيد هذه الضربه ونقلت صحيفه الغارديان عما وصفتها بمصادر دبلوماسيه رفيعه عملت مع رئيس حكومه اوروبيه قولها ان بوش ابلغ اسرائيل ايضا انه لن يرجع عن وجهه النظر هذه خلال ما بقي له من فتره رئاسه طلبت الولايات المتحدة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقديم تقرير شامل يتضمن بيان الجهود التي بذلتها الوكالة للتحقق مما تردد من اتهامات حول امتلاك سوريا لبرنامج نووي سري، وكان البرادعي قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه لم يثبت وجود أي مواد نووية في العينات التي حصل عليها مفتشو الوكالة من الموقع السوري الذي استهدفته طائرات إسرائيلية وقامت بتدمير العام الماضي حققت سيبي ليفني بعض النجاح في جهودها لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وسط تقديرات بأن حزبي العمل وشاس حسما قرارهما بالانضمام إلى حكومة ليفني ولكن لدى كل منهما مطالب معينة في حين كشفت مصادر في حزب قديمة أن ليفني تعرض حقيبة الخارجية على منافسها شاؤول مفاز الذي من المتوقع ان يتخذ قرارا حول مستقبله السياسي خلال الايام القريبه أوضح وزير الأمن الداخلي أفيديختر أن الهجوم على البروفيسور زيف شترنل هو هجوم إرهابي وأصدر عضو الكنيسة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دوف حنين بيانا يستنكر فيه الاعتداء على البروفيسور الناشط في حركة سلام الآن والحائز على جائزة إسرائيل تحول الخلافات بين البيت الابيض والكونغرس الامريكي دون اقرار خطه اداره امريكيه لانقاذ المؤسسات الماليه الامريكيه فقد اعربت مجموعه من اعضاء الكونغرس من الجمهوريين عن رفضهم للخطه التي اقترحها الرئيس الامريكي جورج بوش والتي تتضمن صندوقا يدعم هذه المؤسسات بنحو 700 مليار دولار امريكي شكرا لمشاهداتكم انفو لايف تي وطابت اوقاتكم